ظروف جديدة خاض المنتخب المصري مباراته أمام النيجر في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للنهائيات التي ستقام العام المقبل في الكاميرون. تغييرات عديدة طرأت على تشكيلة الفراعنة في أول قيادة رسمية للمدرب خافير أجيري. المباراة هي الأولى لمحمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري. استهل نجم ليفربول اللقاء بحماسة كبيرة منحته ركلة جزاء، لكنه فشل في وضعها في الشباك. مرر محمد صلاح لمروان محسن ليجعله في مواجهة حارس الضيوف، فتقدم المنتخب المصري بعد 13 دقيقة على الانطلاق. انفراد آخر للمنتخب المصري، لكن محمود تريزيجي سدد الكرة بغرابة. وعند الدقيقة 20 استغل المدافع الأيسر الصاعد أيمن أشرف خطأ من حارس النيجر كساني داوودا ووقع على ثاني الأهداف. أخطاء دفاع منتخب النيجر المتواضع تواصلت ليمنح الحارس ركلة جزاء ثانية للفراعنة. انبرى صلاح مجددا للتنفيذ وأصلح خطأه سريعا لهز شباك النيجر للمرة الثالثة. استمرت هيمنة المصريين على مجريات اللقاء، وكاد علي غزال المحترف في الدوري الأمريكي أن يضع الكرة في شباك النيجر لولا العارضة. في الشوط الثاني غافل منتخب النيجر الدفاع المصري وأكاد يقلص الفارق. تواصل التراخي في صفوف منتخب الفراعنة لبعض الوقت، وزادت الثقة لدى الضيف الذي سدد أكثر من كرة تألق محمد الشناوي في التعامل معها. عاد محمد صلاح للظهور في الكادر من جديد في محاولة للتسجيل، لكنه لم يوفق. ثم جاء الدور على صلاح محسن ليحرز الهدف الرابع وهو أول أهدافه الدولية. مهرجان الأهداف تواصل بهدف خامس من رأسية لنجم الفراعنة محمد صلاح قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق. محمد النني أيضا وضع اسمه ضمن قائمة هداف المباراة بتسديدة أسفرت عن الهدف السادس. منتخب مصر يحقق أول انتصار له في المجموعة العاشرة في أول اختبار للمكسيكي خافير أجيري.